مشاهدينا الكرام، عودة مجددة لكم، ونستكمل دائما بقية فقرات غرفة الأخبار. وبهدف تسهيل عناء البحث والتنقلات على المواطن، تم استحداث تطبيق فريدوك الذي يجمع أكثر من 500 ملف إداري، والذي يهدف دائما كما سبق وذكرنا إلى تسهيل العملية على المواطن من عناء تنقلات وبحث عن الملفات بين الإدارات سواء كانت عمومية أو خاصة. وللحديث أكثر عن هذه المنصة مشاهدينا، نسعد باستضافة السيد عبد الحق بن جبارة، مؤسس الشركة الناشئة فريدوك الدليل الإداري. صباح الخير سيد. صباح النور، شكراً أستاذ على الاستضافة. كل الشكر لك أنت أيضاً على تلبية الدعوة. إذن السيد عبد الحق، منصة فريدوك هي منصة رقمية وتعد الأولى من نوعها ربما على مستوى الجزائر، والتي تجمع العديد من الملفات الإدارية عفواً. لو تعطينا ربما تفاصيل أكثر حول هذه المنصة وكيف جاءت فكرة إنشائها. شكرا على الاستضافة مرة أخرى. هي فريدوك هي حل من الحلول اللي اقترحناها على السوق الوطني، حتى تكون هناك هدف تحسين العلاقة بين المواطن والإدارة الجزائرية، بحكم أن شفنا أن المواطن يتنقل بزاف بين الإدارات باش يوصل المعلومة. جاتنا الفكرة على أنه نقدروا نجمعوا كامل هذوك الملفات في تطبيق، بحيث هذاك التطبيق راح يوفر وراح يسهل، إن صح التعبير، راح يسهل على المواطن الوصول إلى المعلومة. راح يكون فيه جانبين، جانب اللي راح يسهل على المواطن وراح يسهل على الإداري من كثرة الأسئلة حول الملفات. احنا نعلم أن الجزائر هناك ملفات كثيرة، ونتكلم ونأخذ مثال على تأسيس شركة، راح نتكلم على الموثق، راح نتكلم على الصندوق الوطني للسجل التجاري، راح نتكلم على الضرائب. كامل هذه المعلومات راح باش يوصل لها المواطن لازم عليه يتنقل بين مختلف الإدارات، وقادر هذاك التنقل يجيب نوع من النرفزة واللي تخلق مشاكل في الكوميونيكاسيون انتر المواطن والإداري. ولكن كي تكون المعلومة عنده في يده راح تسهل، وراح العلاقة بينه وبين الإداري راح تكون علاقة ودية أكثر منها علاقات عمل. نعم، ربما المشاهد يتساءل السيد عبد الحق عن كيفية ربما جمع كل هذه الملفات عبر هذه المنصة، وكيف يمكن للمواطن أن هذه العملية تسهل عليه عناء كل هذه التنقلات من خلال دائما الاطلاع عليها عبر المنصة الرقمية فريدوك. هي العمل تاعنا يقتصر الآن على جمع الملفات، بحيث ربطنا اتصالات مع مختلف الإدارات. الإدارات راهي توفر لنا المعلومة، احنا راح نديروا لا فيريفيكاسيون تاعها او لا فيريفيكاسيون تاعها في لا باز دو دوني تاعنا، ونديروها على ديسبوزيسيون دو لوتيليزاتور. درنا ايضا خاصه في التطبيق انه في دون لا ميزور اللي يكون كاين هناك مشكل في الملف، يقدر المواطن يرسل لنا رساله صغيره وين حنا نزيدوا نعاود نديروا تبليغ للاداره المعنيه باش نزيدوا نفيريفو الملف. العمل كبير، لانه جمع ملفات في الجزائر هو فيه نوع من الصعوبه باش اللي كيتصل المعلومه، خصوصا انه هناك ملفات كثيره. وحنا عندما نتكلموا على الملفات، هناك ملفات السكن، ملفات الشغل والضمان الاجتماعي، ملفات في الصحه، ملفات في الجامعه. كامل هذه الملفات هي صح العمل تاعنا راح يكون صعيب، ولكن الفائده العامه اللي راح تكون بالنسبه للمواطن وبالنسبه للدوله خلات عندنا الاراده باش نوصلوا للهدف تاعنا. نعم، وكيف يتم جمع هذه الملفات، وكيف يتم ربما التواصل مع هذه الادارات سواء كانت عموميه او خاصه؟ هي هناك نوعان من الاتصال. الاتصالات الاولى هي بحكم ان الدوله راهي ترقمن، راهي تنشر الملفات تاعها في الـ في الـ في الـ في لي سيت ويب او المواقع الالكترونيه تاعها. حنا نجمعوا هذوك الملفات او ما يعرف بسكرابينغ، ونزيدو نكونفيرمو وناكدوا المعلومه معهم في اتصال هاتفي او اتصال عبر البريد الالكتروني. في الناحيه الثانيه عندنا وين نتنقلوا للمختلف الادارات، يعني نتنقلوا للمديريه الجهويه للسكن، المديريه الجهويه للشغل، اي مديريه ننتقل عندها ونفهموهم التطبيق وما هي التطبيق واهداف التطبيق. لحد الان الحمد لله لم يكن لدينا اي مشكل مع اداره، وانما كان هناك تسهيل للوصول الى المعلومه، لانه الفائده من هذا التطبيق هي فائده عامه، يعني بالنسبه لهم وبالنسبه لنا. نعم، وبحديثك عن ربما التنقل والتواصل مع الإدارات الجهوية، ربما التطبيق يتم العمل من خلاله على المستوى الوطني، ربما هذا العملية راح تكون نوعا ما صعبة عليكم من خلال جمعكم لمثل هذه الملفات. يعني هل يتم التعامل مع المؤسسة العمومية الأم، أم ربما على مستوى كل ولاية يتم التواصل معها من خلال هذا التطبيق؟
هي هناك نوع من الاختلاف في الجزائر بحكم أنه بين ولايتين أو بين بلديتين في ولاية واحدة نستطيع أن نجد اختلالات، وهذا الاختلال لأنه هنا لم يكن هناك معيار نأخذ به، بمعنى أنه ما عدناش حاجة إن ريفيرونس نقولوا لها باش نقولوا إلا إن صح التعبير هذا الملف راهو صحيح ولا لا. قادر نروحوا نشوفوا ملف تاع بطاقة التعريف الوطنية في بلاد في بلدية معينة راح يعطونا ملف، وفي بلدية أخرى يعطونا ملف آخر، وهذا مشكل في حد ذاته. حنا نحاول الاتصال بالإدارة الأم حتى يكون هناك تناسق بين مختلف الإدارات على أن الملف الموجود في فريدوك هو الملف الصحيح، وليس لكي لا يكون هناك اختلالات، لأنه هناك على جال على جال ورقة يقدر يكون هناك اختلال ويكون كاين ملفات وين على حسب لي سيركونستانس هناك يقدر يطلب منك ورقة أو ورقتين إضافيتين. وهنا نولوا ونتكلموا على الرقمنة. كي تكون هناك رقمنة وحنا ندوا المثال تاع وزارة المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، باش تدي علامة مشروع مبتكر أو علامة شركة ناشئة لازم تبعث الملف تاعك بار انترنت باش تتحصل على علامة مشروع مبتكر أو علامة شركة ناشئة أو حتى على علامة حاضنة. لازم تبعث الملف تاعك عبر الموقع. الملف اللي نبعته أنا من ولاية وهران أو يبعته مواطن أو حامل مشروع من الجزائر العاصمة أو من أم البواقي هو ملف واحد، وهذه هي الفائدة تاع الرقمنة، أنه هناك راح يكون هناك ملفات موحدة لكامل تراب الوطن. نعم، ونفهم من خلال كلامك السيدة عبد الحق يعني أنه في هناك لجان مراقبة تسهر وتحرص على جمع كل هذه الملفات وتدقيقها من أجل وضع الملف الأصح عبر المنصة الرقمية؟ لحد الآن نحن ثلاث حاملي ثلاث شباب اللي عندهم مشروع باش يلحقوا المعلومة. يقدر يكون هناك اختلالات، ما نقولوش باللي أنه كلش راهو بارفي، يقدر يكون هناك اختلالات، ولكن نحن نعمل على la vérification de l'information auprès des services concernés, même si نتنقلوا لكل إدارة أو نتصلوا بهم عبر الهاتف أو نتصلوا بهم عبر البريد الإلكتروني لتثبيت المعلومة الأدق والأصح. ولهذا احنا بغينا التطبيق هذا من جهة يكون احنا اللي نقوموا بالعمل الكبير، ولكن المواطن راح يكون عنده نوع من المسؤولية بحيث هو راح يقدر يساهم معنا في إيصال المعلومة الدقيقة عبر الخاصية تاع التبليغ، وان يقدر يقول أنه الملف هذا فيه اختلال واحنا نزيد نأكد المعلومة مع المديريات أو الوزارة أو الإدارة المعنية. نعم، وهل هذا يتطلب السيد عبد الحق ربما بعض الاتفاقيات بينكم وبين المؤسسات المعنية دائما من أجل وضع المعلومة الصحيحة عبر المنصات الرقمية؟ نعم، بطبيعة الحال نحن نسعى إلى عقد شراكة عمل أو اتفاقيات مع مختلف الإدارات حتى نصل إلى الهدف المضمون l'objectif à atteindre, اللي هو انه يكون هناك une certification du dossier، بمعنى انه الوزاره راح تقول باللي انه الملف الموجود في تطبيق فريدوك هو الملف الاصح. نحن نريد الوصول الى هذا الهدف. ما يخفلكش انه التطبيق فريدوك هو في النسخه الاولى، وحنا لدينا خريطه طريق طويله، خريطه طريق تعمل على مدى سنه اللي راح يكون فيها تحديثين. التحديث الاول التطبيق راح يطلق بهذه النسخه، التحديث الاول راح يكون منا على ان شاء الله 6 اشهر، والتحديث الثاني راح يكون على سنه ان شاء الله. نريد وصول او البلوغ الى هدف معين وهو اداره بصفر ورقه. نحن الهدف تاعنا، وبالتالي نحن نعمل على أن نكون في مستوى الوزارة أو الدولة أو الحكومة بإرادتها في رقمنة الإدارة. نحن نسعى إلى أن نكون ان سوبور بور ليتا، نحن نحاول أن نكون نقترح حل على 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 الدولة حتى تكون هناك مساعدة اون كيلكو سورت من جهتنا ومن جهة الدولة ان شاء الله. نعم، وما هي المجالات التي تهتم بها منصة فريدوك دائما من اجل جمع كل هذه الوثائق الإدارية؟ يعني هل تسعون اليوم الى العمل مع كل المؤسسات والإدارات الموجودة في الجزائر، ام في هناك ربما مجال خاص ومعين يتم التعامل معه من خلال منصة الرقمية؟ الهدف تاعنا هو الهدف تاعنا انه يكون هناك جوجل اداري، بمعنى انه ما كانش هناك ملف اداري يكون موجود في الجزائر لا يكون موجود في تطبيق فريدوك. نريد جمع اكبر عدد من الملفات ونديرها في هذا التطبيق ونوفرها للمواطن بدون عناء التنقل.
الهدف تاعنا، لانه قادر يكون في البلديه، قادر يكون في البرلمان، قادر يكون ملفات في التاشيرات في بالنسبه للطلبه الجامعيين. وهنا ندو مثال انه هناك طلبه اللي هو باريكزومبل هي تسكن في ولايات الداخليه وتقرا في الجزائر العاصمه، ولازمها تتنقل حتى للجزائر العاصمه باش تعرف ما هو ملف المنحه، ما هو ملف التسجيل. كامل هاد المشاكل نريد تلخيصها واقتراحها في تطبيق سهل الاستعمال وسهل الاستخدام ويوفر المعلومة. نعم، منذ إطلاق النسخة النموذج سيد عبد الحق إلى غاية اليوم، كم تم من جمع من الملفات عبر هذه المنصة، وما ربما هو الرقم الذي تهدفون إليه من أجل تحقيقه دائما عبر منصة فريدو؟ اليوم الذي أطلقنا فيه النموذج عندها أبري يوناني، اطلقنا النموذج باش نديروا دراسة للسوق ونشوفوا رأي المواطن بخصوص التطبيق. الحمد لله كان هناك استجواب من طرف المواطن ومن طرف الإدارة. في هذاك الوقت قدرنا نلموا أكثر من 150 أو 160 ملف بنسخته التجريبية. من بعد النجاح اللي الحمد لله أو حسب الاستطلاع اللي قمنا به، رحنا في تطبيق النسخة الكاملة أو اون كيلكو سورت الكاملة. لحد الآن احنا درنا هدف انه يكون هناك 500 ملف. الحمد لله رانا في اكثر من 500 ملف، بالتحديد 557 ملف. الهدف الثاني هو وصول او البلوغ الى 1000 ملف. الهدف تاعنا اننا نصل الى 1000 ملف، والهدف الثاني اننا نتصل بالوزارات او المديريات التي لها منصات رقميه وهي ربطها بالتطبيق. الهدف تاعنا هي ربط الوزارات او المديريات المختلفه بالتطبيق، بحيث يمكن للمواطن أنه يبعث الملف تاعه مباشرة من التطبيق. نعم، من خلال هذا التجاوب، يعني ما هي المؤسسات التي كانت أكثر تجاوبا مع تطبيقكم؟ يعني هل كانت مؤسسات خاصة أم عمومية؟ المؤسسات الخاصة صراحة لحد الآن المؤسسات الخاصة ما زلنا تكلمناش معها، تكلمنا غير مع المؤسسات العمومية، بحكم أنه المواطن يبحث أكثر على ملفات المؤسسات العمومية أكثر منها الخاصة. هناك إقبال على ملفات معينة، على ملفات بمعنى أنه هناك ملفات موسمية، بمعنى أنه ما يخفلكش أنه كنا في فترة الكوفيد وإن كان هناك غلق للمجال الجوي، بحيث بما الملفات فيما يخص التأشيرات لم يكن هناك عليها إقبال، بحكم أنه كامل وكالات السفر كانوا بالعين. ولكن كان هناك ولحد الآن كان هناك إقبال كبير على ملفات السجل التجاري، ملفات الضرائب. وهنا نشوف أنه الدولة من ناحيتها تحاول تشجع المقاولاتية، والناس بزاف رام يحوسوا على هذا النوع من المعلومات. هناك أيضا إقبال كبير على ملفات فيما يخص علامة مشروع مبتكر أو علامة شركة ناشئة. والحمد لله كامل الإدارات اللي اتصلنا بهم أو اتصلت بهم أنا شخصيا في ولاية وهران أو في الولايات المجاورة كان هناك تجاوب. هناك أيضا ملفات البنوك. البنوك قدرنا نتكلموا مع البنوك الخاصة والبنوك العمومية. البنوك الخاصة من الجهة تاعهم كان هما استحسان واستقبال وترحيب بالفكرة، وصراحة نوجه لهم شكر خاص لأنهم حسن الاستقبال، وخصوصا مع إرادة الدولة في تشجيع المقاولاتية خصوصا في مجال الشركات الناشئة، وفرونا كامل المستلزمات باش نوصلوا المعلومة الصحيحة للمواطن. نعم، ماذا عن الوزارة المنتدبة يعني بمؤسسات الناشئة؟ يعني هل في هناك تواصل بينها وبينكم دائما من أجل دعم هذا المشروع؟ صراحة كان لي الشرف أني تلاقيت بسيد ياسين وليد الوزير المنتدب المكلف بالشركات الناشئة، واللي كان رحب بالفكرة ترحيب صراحة كبير، ودعمنا بكل ما أتي من قوة ووفرنا الكثير من المعلومات. كذلك الحال السيد حفطاري مدير الصندوق الوطني للاستثمار، واللي اتصل بنا اترافير ان دو سيزون بلوي عقب ناشئ. كاين هناك ايضا استاذ زروقي المدير التنفيذي او المدير العام لالجوريا فانتور. صراحه هناك استحسان واستقبال، وهناك اراده فعليه لتشجيع هذا النوع من التطبيقات او من الحلول اللي تصب في المصلحه العامه والخاصه ان شاء الله. نعم، ونتمنى لكم كل التوفيق السيد عبد الحق. لكن ربما الالتحاق بهذا المنصه والتسجيل بها يتطلب ربما شروط على المستخدم ان تتوفر فيه، يعني فيما تتمثل شروط ومراحل التسجيل عبر منصه فخيدوك؟ التسجيل بالنسبه للمواطن ما
طبقناهاش في الوقت الحالي، راح تكون في النسخة القادمة. التطبيق متاح للمواطن بصفة مجانية بدون التسجيل، يعني إذا المواطن حمل التطبيق من مختلف المنصات قادر يوصل المعلومة دون عناء التسجيل. فيما يخص الحسابات أو ما يعرف بالاقتراحات فيما يخص الشركات أو لي فونكسيون ليبرال، هناك دي كريتير، هناك نوع من القوانين أو القانون الخاص بنا فيما يخص التسجيل. هذوك القوانين كامل راح يتبعوها على لتر. راح نحن نؤيد الفكرة أننا لا نعمل إشهار لشركة، وإنما نعمل اقتراح، بحيث إنسان اللي حوس على ملف تأشيرة مثلا نقترح عليه يناجونس دو واج أو وكالة سفر. ولكن فيما يخص وكالة سفر أو مختلف الحسابات الخاصة، أي تبليغ راح يحذف، راح يحذف هذاك الحساب، لأن الهدف تاعنا أننا نقدم للمواطن خدمة في المستوى. وبالتالي عندنا على اون بوليتيك دو 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 سيليكسيون تري 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 ستريكت. نعم، يعني هل نفهم من خلال كلامك انه هذه التبليغات تكون بسبب سوء المعامله عبر هذا التطبيق؟ سوء المعامله، خصوصا سوء المعامله. نحن نريد رفع مستوى التعاملات فيما التجاريه او العلاقات الاداريه. هذه العلاقات باش نرفع المستوى تاعها، راح نحن نمنح الفرصه لمختلف لي زوبيراتور ايكونوميك و لي فونكسيون ليبرال باش يقترحوا الخدمات تاعهم لشريحه معينه من المجتمع اللي هي محتاجه الخدمات تاعها. ولكن يجب علينا رفع مستوى التعاملات، وباش نرفع مستوى التعاملات لازم يكون هناك احترافيه. الهدف تاعنا اننا نرفع من مستوى التعاملات ونرفع المستوى الاحترافي ان شاء الله. نعم، يعني ومستوى التعاملات سواء يكون من طرف المواطن او من طرف المؤسسه التي تكون مسجله عبر التطبيق. وعندما نتحدث عن تطبيق فخيدوك وعن التسهيلات المقدمه خدمه دائما للمواطن، نحن نعلم اليوم ان الجزائر يعني شاسعه يعني وكبيره بولاياتها المتعدده عبر 58 ولايه السيد عبد الحق. يعني هل تسعون الى ربما عمل عبر هذا التطبيق إلى تغطية كل المؤسسات الإدارية عبر ربوع الوطن وتسهيل الخدمة على المواطن؟ الهدف تاعنا أنه ننتهي من الجزائر ونحاول نصدر الحل تاعنا أو الخدمة تاعنا للدول الإفريقية. الآن نعمل على تطبيق هذه الفكرة أو إنجاح الفكرة هنا في الجزائر، راح يمس كامل ربوع الوطن، وراح يكون هناك تحفيزات من جانبنا الخاص، وهي إرادة خاصة بنا على أنه الشركات أو الخواص اللي يعملوا في صحراء الشاسعة أو الجنوب الجزائري راح يكون لهم عام أو سنة مجانية حتى نحفزهم، لأن الهدف تاعنا هو هدف ربحي بهدف أيضا اجتماعي إن صح التعبير. يجب علينا دفع أو أن نكون فاعل في تطوير الاقتصاد الوطني تاعنا باش نسهلوا على طريقتنا الخاصة. ارتأينا أننا نقدم الخدمة مجانية بالنسبة للجنوب بالنسبة للشركات، لأن التطبيق في الأصل هو مجاني بالنسبة للمواطنين، ولكن بالنسبة للمكاتب الخاصة أو الشركات راح يكون هناك دفع أو نوع من الابونمون، سكون أبال لي زابونمون، راح يكون هناك نوع. هذاك النوع من الابونمون راح نديروه أتيتر غراسيو بور لي زوبيراتور ايكونوميك أو الخواص اللي موجودين في صحرائنا الشاسعة لمدة سنة كاملة. نعم، وهل تم إطلاق هذا التطبيق أم لا يزال ربما هو قيد الدراسة يعني والنموذج فقط هو اللي مطروح اليوم عبر منصات الرقمية؟ عفوا، التطبيق الآن اكتمل، نحن راح نطلقوه في اليومين أو الثلاث أيام القليلة القادمة. نحن بصدد انتظار رد منصة جوجل وهواوي، ونحن راح ننتظر، راح تدي شويه وقت منصه ابل، وراح يكون متاح للجميع في بضعه ايام ان شاء الله. نعم، وفي الاخير رسالتك سواء للمؤسسات او للمواطنين دائما من اجل تفعيل هذه الخدمه ودفعها الى السير قدما، ونكون في هناك يعني تجاوب اكثر مما هي عليه اليوم والبلوغ الى الهدف الاسمى. الصراحه النصيحه فيما يخص الشركات، هما لهم دور فعال في انجاح الشركات الناشئه او بيئه رياده الاعمال في الجزائر. رانا نشوفوا أنه هناك إرادة فعلية عند الشباب أو الطلاب في الجامعة اللي راهم
اقترحوا الكثير من الحلول فيما يخص مجال الرقميات. هنا الشركات لهم دور فعال في تطوير بيئة المقاولاتية بصفة عامة وخصوصا في المجال الابتكار. أما بخصوص المواطن الجزائري فهو مواطن وصل مرحلة النضج، يعني المواطن له الآن أصبح له الدور فعال هو أيضا باش يرفع مستوى الشركة الناشئة أو مستوى ريادة الأعمال، وهذا كامل يصب في المصلحة العامة، لأنه إنسان اللي راح يجيب مشروع أو راح يجيب فكرة أو راح يجيب حل معين لمشكلة معينة راح يسهل، راح تكون إنشان هذيك لاشان الفا سيرفيرا تو الموند، بمعنى انه كامل راح نستافدوا. وبالتالي لازم نمشوا او ندافعوا او نكونوا مندافعين بمبدا انه لازم نطوروا نفوسنا بنفوسنا، وباش نطوروا نفوسنا بنفوسنا لازم علينا انا نقترح الحل، المواطن يدعمني باش انا الحل تاعي يكون على اوتور، والشركه راح تدعمني باش نطوروا مجال هذا، وخصنا نخلقوا سكون ابل لي سكسس ستوري او قصص النجاح حتى تكون هناك تعاود ترجع الثقة اللي هي راحت لنا واحد الوقت، ثقة بين الإدارة بين المواطنين بين الدولة، هذا كامل يصب في المصلحة العامة. أكيد. إذن نشكرك ونتمنى لكم كل التوفيق سيد عبد الحق بن جبارة مؤسس الشركة الناشئة فريدوك الدليل الإداري، ومزيد من النجاحات. شكرا لكم أستاذ. إذن مشاهدينا إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الفقرة، وغرفة أخبار لازالت متواصلة بعد الفاصل.